ومعنا هاتفيا من برلين الخبير الأمني والعسكري سي محمد فوزي اللامي، مرحبا بك. أكدت إذا صحيفة ديلي ميل البريطانية أن عودة الاغتيالات في بغداد بات يبث الذعر والمخاوف لدى سكان بغداد وباقي المحافظات. كيف ترى الأداء الأمني للقوات الحكومية في هذا الملف؟ تحية طيبة لك سيدي وللمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. المؤسسة الأمنية اليوم مؤسسة ضعيفة وغير قادرة على أن تؤدي واجبها بصورة صحيحة وغير قادرة على حماية المواطنين أو توفير الأمن. هي مؤسسة اليوم منخورة داخليا من الطائفية ومن الميليشيات التي تخللت هذه المؤسسة، فساد كبير يتخلل هذه المؤسسة وعدم مهنية. اليوم هي عبارة عن حالها حال بقية الوزارات وبقية المديريات. هذه المديريات أصبحت دكاكين للأحزاب تستفاد منها ماديا، أما ألف باء العمل الأمني ومقومات العمل الأمني اليوم غير موجود، لا توجد معلومة صحيحة اليوم في الأمن الوقائي وهو احتواء الجريمة قبل أن تقع، هذا غير موجود في الوزارات الأمنية. رجل أمن نزيه ومحايد ومحترف مدرب غير موجود أصبح في هذه المؤسسات. إضافة إلى أن هنالك لا توجد محاسبة سيدي الكريم ولا توجد متابعة المقصر. هل هو تخبط يعني وتقصير أم هو ممنهج؟ يعني هناك من يرى أن هذا الانفلات الأمني في العراق يعني هو ممنهج وتشوبه حتى شبهات سياسية. إلى أي مدى ترى أن الشواهد يعني تؤكد هذه الفرضية أم تنفيها؟ بالعكس، هذه الفرضية صحيحة سيدي الكريم، كون الملف الأمني منذ عام 2003 وإلى الآن ما بعد الاحتلال وإلى الآن هو لاعب رئيسي في العملية السياسية، هو أكبر الكرتات وأكبر اللاعبين اللي يختصم عنده، وكلما حدث هنالك خصام وكلما حدث هنالك خلل في الأداء السياسي يضربون الشارع أمنيا، وتجد هنالك خلخلة بالأمن متعمدة، لأن العنف اليوم نراه يطال المواطن ولا يطال السياسيين ولا يطال الأحزاب، وبالتأكيد العنف لا يطال من ينفذه والمستفيدين منه. وهذه الأحزاب السياسية جميعها اليوم لديها أجنحة مسلحة، وبالعراق اليوم لا يحمل السلاح سوى الميليشياوي والتابع لهذه الأحزاب. النائب يحيى العيثاوي دعا إلى وضع حد لابتزاز المواطنين من الأجهزة الأمنية، كيف نفهم هذا الابتزاز على الرغم من صرف النسبة الكبرى من ميزانية الدولة على الأمن ومختلف الأجهزة الأمنية؟ هنالك أكثر من مستوى على في الابتزاز. اليوم الميزانية العراقية ليست كما كان قبل، اليوم أصبحت شبه خاوية، وحتى هذه المؤسسات اليوم إن انتابها الفساد صفقات فساد كبيرة كان من الممكن أن تجعل من المؤسسات الأمنية ترتقي فيها الى مستوى عالي جدا من الاداء، لكن فساد في فساد. ولذلك اليوم تجد ان رجل الامن يبتز المواطن اقتصاديا، يبتزون المحلات، يعولون كثيرا على التجاره في مناطقهم، توجد هذه العمليات الفساد. النوع الثاني من الابتزاز اليوم عند قتل النشطاء المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، ايضا هذا ابتزاز لايصال رساله الى المجتمع بأنه لا توجد حصانة لأحد مهما كنت، وأننا قادرين هذه الأحزاب والميليشيات قادرين على أن نصل إلى أي صوت يعارض. بالتأكيد عمليات الابتزاز هنالك أكثر من نوع وأكثر من جهة، لكن هذه أبرز اثنين يعني في المقدمة. يعني إذا كان أهل بغداد يعانون هذا الانفلات الأمني، فكيف هو حال المحافظات البعيدة؟ يعني هو بالتأكيد استهداف البصرة لم يكن عبثا ولم يكن عشوائيا، البصرة ثارت وأهل البصرة ثاروا، وهذه اليوم يدفعون ضريبة هذه الثورة. وأي منطقة الرسالة واضحة اليوم، سبق وكانت في المحافظات الغربية وتعرضت للقمع والاضطهاد، والموصل أيضا، والرسالة اليوم أصبحت واضحة بأنه أي مطالبة بالحقوق المشروعة، أي مطالبة بالخدمات، النتيجة سوف تكون عن موجات من الاغتيالات، عنف وقمع وفقدان للأمن المجتمعي، والتأكيد بغطاء حكومي. أشكرك شكرا جزيلا من برلين الخبير الأمني والعسكري سيد محمد فوزي اللامي.